أهلا أعزائي المشاهدين، مرة أخرى بحييكم باسم الرب يسوع المسيح من الأراضي المقدسة، من عند بحيرة طبرية، من فوق جبل التطويبات، الجبل اللي كان يعلم فيه المسيح عظته الشهيرة، العظة على الجبل، وخلف كنيسة التطويبات اللي سميت على نفس الاسم. بحييكم. هذه المنطقة منطقة خاصة بالنسبة لي، بتعني لي بشكل خاص. أنا عشت في منطقة الجليل، وطبعاً هذه المنطقة كنت باجي لإلها أزورها مراراً وتكراراً، سواء في طفولتي في شبابي. ما كنتش أعرف كتير الحقائق الروحية، لكن لما آمنت بالمسيح صارت هذه المناطق والأماكن تعني لي بشكل خاص، تعني لي بمعنى خاص. اليوم راح نتكلم من عظة المسيح على الجبل عن دوافع الصلاة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.